النهاردة ذكرى ميلاد الفنانة سهير البابلي، وهي واحدة من أهم نجمات السينما المصرية على الإطلاق. الفنانة صاحبة الرصيد المسرحي والتلفزيوني الكبير، قدمت للفن المصري حوالي 100 عمل ما بين سينما ومسرح وتلفزيون. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سهير البابلي التي تعتبر واحدة من أشهر الفنانات في جيلها، لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني كبير، وقدمت للفن المصري حوالي 100 عمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. ولدت سهير حلمي البابلي في 14 من فبراير عام 1937 في مركز فرسكور بمحافظة دمياط، لكنها نشأت بمحافظة الدقهلية، وولدت لأب يعمل في مهنة التدريس ولأم ربة منزل، وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. من أشهر مسرحيات سهير البابلي ريا وسكينة، الناس اللي فوق، الفرافير، حلاوة زمان، ليلى والمجنون، ومدرسة المشاغبين. ومن أهم أعمالها السينمائية جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، وليلة القبض على بكيزة وزغلول. ومن أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل الحقيقة وذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار. اعتزلت سهير البابلي الفن عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، ثم عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة. رحلت عن عالمنا الفنانة سهير البابلي في 21 من نوفمبر عام 2021 عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر تطلبت إدخالها إلى العناية المركزة.